مشاهدينا، عملة البيتكوين فقدت سيطرتها وطبعا احتلالها لواحدة من أهم العملات الرقمية في سوق العملات الرقمية العالمية. قيمة ربما أو القيمة السوقية لهذه العملة أصبحت لا تتجاوز 30% من القيمة السوقية لكامل العملات الرقمية. هناك عملات رقمية أخرى بدأت بأن تشهد ارتفاعات أكبر وبدأت الأنظار تتجه إليها. ما هي العملات التي سنراقبها لهذه العام؟ البداية مع اللايتكوين، هي العملة الفضية لما يعرف بالبيتكوين جولد. هي أيضا طبعا بديل عن البيتكوين، وخصوصا بأن الوقت الذي تحتاجه لعمل العمليات ربما لا يتجاوز 5 لـ10 دقائق بالمقارنة مع البيتكوين والتي تحتاج إلى 30 دقيقة لإتمام أي عملية. قيمة العملات المتاحة من اللايتكوين تصل إلى 84 مليون عملة، وطبعا مقابل فقط 21 عملة من البيتكوين. القيمة السوقية تصل ل 13.6 مليار دولار، والتغير الذي شهدناه على هذه العملة منذ بداية العام 2017 حتى نهاية وصل ل 2302 طبعا في تقريبا 4000%. أيضا من العملات التي يجب أن نراقبها هي عملة المونيرو، وهي عملة أيضا مجهولة المصدر. كباقي العملات الرقمية لا يوجد إمكانية لمعرفة البيانات الخاصة بالمرسل المستقبل أو حجم الصفقة التي يتم تداولها على هذه العملة. العملات المتاحة منها لا تتجاوز 15.5 مليون عملة، القيمة السوقية لها فقط 5.8 مليار دولار، والتغير في سعرها في العام الماضي وصل ل 2322%. أيضا لدينا عملة نيو، وهي عملة صنعت بالصين ويطلق عليها اسم إيثيريوم الصين. العملات المتاحة منها تصل ل 65 مليون عملة، والحد الأعلى للتعدين على هذه العملة قد يصل إلى 100 مليون عملة، القيمة السوقية لها تقريبا 5.7 مليار دولار، ونشهد أن التغيير في سعرها خلال العام الماضي تجاوز 57,000%. طبعا هذه التجاوزات وهذه الارتفاعات التي كانت قياسية، وحتى طبعا بالمقارنة ليس فقط مع البيتكوين ولكن حتى مع إيثيريوم ومع أيضا مع عملة الريبل. بالنسبة أيضا لعملة جديدة طبعا ظهرت في العام 2017، وهي عملة الكاردينو، وهي عملة صنعت في الصين، وهي مدعومة بفلسفة علمية بمعنى بأنه أهم المتعاملين بها هم أكاديميين، مهندسين أو فئات معروفة في المجتمع. العملات المتاحة منها 26 مليار عملة، القيمة السوقية لها تتجاوز 20 مليار دولار، والتغير في سعرها في 2017 وصل ل 3700%. الريبل هي عملة رقمية أخرى لديها نظام خاص بها لعمل ربما ولتبادل العمليات يعرف بالريبل دوت نت. هي خليفة للبيتكوين، وخصوصا بأنه تم تصنيعها أساسا من مطوري عملة البيتكوين. لديها إمكانية إرسال الأموال عالميا عن طريق شبكة خاصة بها تعرف بريبل دوت نت، والعملات المتاحة منها يصل إلى 38.7 مليار عملة، القيمة السوقية 90 مليار دولار، وتغير في سعرها تجاوز 40,500%. التجاوزات أو الارتفاعات كانت تاريخية بالنسبة للريبل. أيوتا أيضا عملة غير معروفة طبعا غير معروفة المصدر، وهي عملة لا يوجد لديها تكاليف للتصنيع، وذلك معناه بأنه بالنسبة لباقي العملات الرقمية عادة ما يكون الشخص الذي يقوم بتعدينها لا يكون المالك لها، باستثناء أيوتا الشخص الذي يقوم بتعدين هذه العملة يكون هو مالك هذه العملة. تسعى للوصول للمرتبة الأولى في عملية الدفع الإلكتروني. العملات المتاحة منها تقريبا 3 مليارات عملة، القيمة السوقية 11.4 مليار دولار، والتغير في سعرها وصل ل 1300% في 2017. البيتكوين كاش ظهرت خلال العام 2017 نتيجة انقسام البيتكوين لبيتكوين جولد وبيتكوين كاش. لديها تكاليف عالية، وخصوصا من ناحية تكلفة التعدين، وتستغرق وقت أطول في العمليات. قيمتها السوقية 42.3 مليار دولار، والتغير في سعرها العام الماضي وصل ل 230%. إذا كان هذا عرض عن عملات رقمية يجب مراقبتها خلال العام 2018 بعيدا عن البيتكوين.